يعني أنا أقصد بأن الإمامة العظمى أو الولاية الكبرى هي التي يشترط فيها الذكورة. أيضا الوظائف التي ورد فيها نص خاص، يعني مثلا قضية القضاء، القضاء مثلا جمهور العلماء على أن القاضي لا بد أن يكون رجلا، لا بد أن يكون رجلا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى بأن المرأة يصح قضاؤها فيما تصح فيه شهادتها. لكن الدولة الآن يعني أصلا الطالبات بيدرسوا في كلية الشريعة والقانون، بيتخرجوا منها وبيبقوا قضاة. يعني ما أنا أقول لك بأنه ألا نحتاج قضاة في يعني حتى للنساء؟ نعم، هو القضايا التي يعني يصح شهادة النساء فيها كالقضايا المالية مثلا، ما ممكن يأخذ الناس برأي أبي حنيفة، لكن بعد ذلك مثلا قضايا الحدود والدماء، يعني هذه لا بد أن نراعي فيها طبيعة يعني المرأة، طبيعة المرأة بأنها مجبولة على سرعة التأثر، مجبولة على العاطفة. أذكر بأن يعني السيد قطب رحمه الله في الظلال ذكر بأنه كان في بريطانيا في مقاطعة يوركشاير رجل يعني سفاح قتل من النساء كثيرات بعدما اغتصبهن، وبعد ذلك لما جيء به إلى المحكمة وكان الرجل يعني يجيد يعني اللعب على العواطف وكذا، وكان هيئة المحلفين يرأسها امرأة، فبدأ هذا الرجل يحكي عن ظروفه الأسرية وأحواله الاجتماعية وما عاناه يعني في حياته وكذا، فهذه المرأة أمرت برفع الجلسة، ثم دخلت يعني غرفة المداولة وانخرطت في بكاء عميق، يعني هذه رئيسة الجماعة. بل عندنا في السودان يعني الرجل كان قاضيا ثم خرج من القضاء وصار محاميا وكتب كتابا عن قضاء المرأة، يعني يقول أنا ما أتكلم من واقع نصوص دينية بل أتكلم من واقع تجربة. ذكر بأنه جيء له ببعض الأخوات خريجات القانون وعيننا مساعدات قضائيات، فجيء بهن فترة التدريب، قال ف كان عندنا قضية حضانة، فبعد ذلك لما الـ يعني امرأة فارقت رجلا أو رجل فارق امرأة، والخلاف على الطفل وأنت تعرف القانون بأن الحضانة ليه؟ والشرع الحضانة للمرأة، نعم. أنت أحق به ما لم تنكحي. فلما المرأة تزوجت الرجل طلب يعني أن يأخذ ولده، فجيء بهم في المحكمة وكذا، القاضي قال لهذه المتدربة تقرأين الحكم وتباشرين تنفيذه، فقرأت الحكم. بعد ذلك العسكري لما أراد أن يأخذ الولد من أمه فيعطيه لأبيه، الولد تشبث بأمه وانفجر باكيا، فالأم بكت، فالقاضيتان بكت يعني انخرطتا في بكاء عميق، وقال ضجت المحكمة يعني بالضحك وكذا، فقال فاستعنت بالشرطة لإخراج يعني من كان في المحكمة،